السلام عليكم، انا اسمي حماده المصابي، فنان الاغنيه الشعبيه، وبصفتي كفنان كنجي مره كل نوبه ملي كيكون عندي شي وقيات فارغ او شي حاجه كنجي لهذا الفضاء هذا ديال دار العجازه او هذا، وبمناسبه رمضان وعواشر مبروكه وكذا وداكشي كنجي نفرحهم مره وكنشط معاهم شويه وهذا الشيء اللي كاين يعني. وكن نقول للناس يعني كاع اللي مسك عليه الله شويه وداك الشيء، راه هاد الناس هادو محتاجين بزاف ديال الدعم من عند المواطنين، كاع اللي عنده مسك عليه بشي شويه كيخصهم ملابس، كيخصهم اي حاجه كتخصهم يعني، راه اللي دار شي حاجه راه دار الله في سبيل الله، وهاد الناس هادو راه محتاجين بالدعم ديال المواطنين بزاف. وشكرا، بارك الله فيكم.